رالي الأرس 26 311 كيلومتر، 9 مراحل خاصة من الخالدية مزيارة وبحبوش. تحدي ومنافسة قوية بين بطل العالم ناصر العطية اللي عم يتحضر لرالي لبنان وعبدو رجيف غالي. رالي الأرز 26 لحد 9 تموز ابتداء من 9:30 الصبح ل 12 الظهر ومن 3 بعد الظهر لل 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI والـ LDC من تنظيم الـ ATCL.